العلمان اللبناني والفلسطيني يتقاسمان الصمود والعزة بوجه العدوان الإسرائيلي. العلمان يرفرفان في مدينة نيويورك على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة. هنا تجمع أمريكيون ويهود وعرب من مختلف الجنسيات للتنديد بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال. فهنا لا صوت يعلو على صوت الحرية والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. وتتزامن هذه المظاهرة مع اجتماعات الجمعية العامة، حيث ندد غالبية القادة باستمرار العدوان الإسرائيلي وبالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال، حيث قدم الزعماء رؤى واضحة حول الأزمات المتزايدة ودعوا إلى إنهائها وأحلال السلام بدءا بغزة ولبنان والسودان ومرورا بالحرب في أوكرانيا. وأكدوا أن الحروب لا يمكن أن تكون حل لأي نزال وصراع. الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال إن غزة تمثل كابوسا يهدد استقرار المنطقة، فيما كان الرئيس الأمريكي حازما في التأكيد أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين. أما الرئيس الإيراني فوصف النظام الإسرائيلي بأنه ارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، واعتبر أن إسرائيل تعتمد على إرهاب الدولة وتبرر جرائمها بالقول إنها دفاع مشروع عن النفس. هذا وتترقب مدينة نيويورك مظاهرة ضخمة للتنديد بكلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة. مروان زعتر لقناة الغد من مدينة نيويورك.